لمحاربه الغلاء ديال المطيشه اخوتي. ها انتوما سوبر مطيشه كانت ب 24 رجعت 79 بالي طوماتي تريتورادو يعني الواعره كتجي هاد المطيشه هادي كاليتي يعني هبطوا فيها واحد 40 سنتيم. وشي واحد يقول لي الصلاحيه عاد تقاد ولادا انتوما تن 2026 بالي 31 في 12 26 ها الزيت ما عرفتش شحال وصل عندكم. المهم هنا تعود الاورو 89 خيراسول هاد التون هادي الثانيه الاورو 80 60% بالنسبه للتاريخ ها هو 30 في 9 2026 ولكن شي واحدين عزيز عليهم لا ودي يقولوا هادي الثانيه 3 الاورو 29 فيها 8 بالنسبه للتاريخ ها هو 2026 يعني بقى 3 سنين. يلا خليكم معنا حتى الاخر وكما العاده شو مطيشه اخرى كاليتي غير اورو 73 اختي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان سلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. اختي كما عارفين دائما كنقوم بهذه العمليه يعني كنجي كاريفور كيعملوا 70% اليوم كما عارفين مقبلين على شهر رمضان الكريم وكاين بزاف ديال المواد اللي كنستهلكوها بزاف في شهر رمضان الكريم يعني فيها تخفيضات كبيره وكبيره بزاف منهم طوماطي يعني طوماطي كما عارفين غاليه وباش نحاربوا الغلاء ديال هاد المطيشه كاينه واحد اللاطه ديال الكاليتي كانت اورو 20 كتعمل غير 79 بالي والشعريه والمواد اللي عندها علاقه بالحريره كنستهلكوها في رمضان الطحين الى اخره يعني هاد المواد كلها فيها تخفيضات كبيره وكبيره بزاف. خليكم معنا كما العاده بلا ما نقول لكم ويلا معايا خوتي كما عودناكم في هاد القناه يعني فيما كنمشي نتسخر ماشي سوبر ميركادو كنلقى شي حاجه اللي هي الثمن ديالها مناسب كنشاركوا معكم. اليوم هاد التون كما كتشوفوا يعني هاد كخافيه وتون ياكس يعني 8 ديال لاطاس ديال التون ومن داك الشر هذا فالي الجودة هذا دائما كديه. اليوم عندي غير 50% في الثانية فالي الأولى كديها ب 6 الأورو 59 والثانية 3 الأورو 29 والثمن ديال ها هو هذا غير خيراسول يعني كيعمل ب 5 الأورو 90 سين هذا زيت خيراسول ماشي سيتي دي أوليفا. أنا غنزيد نفهمكم يعني الثانيه كديها ب 3 الاورو 29 وبالنسبه لشي بعض الاخوان كيبدا يقول لك لا وبركي الصلاحيه ديالها غادي تسالى وهذا غير نوريك فوقاش غادي تسالى فهمتي. بعض المرات كنلقى شي تعاليق حريضه ها يعني 30 في 6 حتى سنه 2026 قال باش ما تبقاش تقول لي ديك لا ما قريبه تقاد خصهم يخرجوها نو دائما انا كنشوف الصلاحيه يعني فوقاش غادي تقاد يعني 26 باقي فيها اكثر من 3 سنين واش تفهمنا. هاد القضيه ديال هادي نوكويله فالي نتوما كتشوفوا دابا هنا هادو غير 6 او ما عليهم 5 الاورو غير 6 هادي فيها 8 شي بعض المرات تكون فيها حتى 70% فالي ها هي 8 فيها يعني فيها 8 ولكن خيراسول ماشي اوليفا هادي الصراحه تكون واعره وكاينه هادي ها هي الاولى بصد الاورو الثانيه الاورو 80 فيها 6 حتى هذه من ديك التول الواعره وباقي شي حوايج بمناسبه يعني القرب ديال الحلول شهر رمضان الكريم انا نوريكم واحد المطيشه دابا بحال هذه هي 93 هذه راه ما زبرطه هنايا فالي وخليكم معايا غادي نوريكم واحد الماركه يعني احسن من هذه بكثير وهنا بزاف ديال المواد اللي فيهم الثانيه ب 70% بزاف. انا قلت لكم يعني كانت شي حاجه كنشاركها معكم ها فالي وهذه تون واعره وانا دابا بحال هذه ندي منها واحد 4 وما تما الثلاثه سنه 26 فالي وحنا باقيين يلاه في 23 باقي 3 سنين فيها فالي ها جوج كيطيحوا بقل من 10 الاورو ولكن تون واعره والمده الصلاحيه 26 اخرى كوشا سوس اخرى احنا خوتي تاخرنا وحنا غادي نشاركوا معكم شحال تقامت علينا الصخره
فالي هذا طوماطي فريتورادو يعني هذا مطحون، هذا حتى هي كتجي واعره والكاليتي. عرفتوا هذه بشحال؟ فيها تقريبا كيلو، هذه 79 سنتيم فالي 79 سنتيم. هذه يعني الطريقه ديال محاربه غلاء الاسعار، يعني كل واحد والطريقه ديالو. انا كنشارك معكم الطريقه يعني ديالي، ويعني واللي كيشوف باللي هاد الطريقه يعني نافعه بالنسبه له فيعمل هاد الطريقه. انا بالنسبه لي واعره بزاف، وانا غادي نقول لكم علاش. بما اننا مقبلين على شهر رمضان الكريم، هذه انا ديت منها بزاف، ديت منها انا واحد سته ولا هذا احتياط بالي. هذه هي هنايا في كاريفور اويستا موسيل ديال 13 دي فيبريرو، يعني 13 فيبريرو كاريفور. هذه يعني ب 79 سنتيم من ديك الواعره، هذه كتعمل اورو 20 فيها التخفيضات. هذه الشعريه الماركه باليت جاي بالنسبه لشهر رمضان الكريم دائما. هذه كتعمل كتقام يعني الثانيه ب 70%، الاولى باورو 69، الثانيه ب 50، يعني كطيح ما وصلهاش يمشي 90 سنتيم، ولكن سوبر الشعريه بالي. وهنا تون سوبر دو تون فيه 8 بلاطات، اليوم عاملين فيه غير 50%، بزاف المرات كيعملوا فيه 70%، 50% يعني ديت واحد 4. يعني دائما كندي احتياط، كدي الجوده. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك وهذا الشيء هذا، حتى بالنسبه لخوتنا الله يكون لهم في العوان، خوتنا المغاربه في المغرب راه كاينه الصراحه خرجات، يعني الناس وصلت لهم العظم، كل شيء خرج. يعني خص لابد ديال اعاده النظر في الاثمنه، لان الاثمنه الصراحه صاروخيه. قولوا لنا اخوتي شحال كتسوى عندكم هاد الطوماطي يعني في المغرب؟ التون هذا سوبر التون مثلا بالنسبه لمقارنه الاثمان، مقارنه الاثمنه يعني بزاف الناس كيقول لك لا وما نعرفش شنو هذا. المهم وبالنسبه للتاريخ، انا غادي نخلي لكم التاريخ، غادي نوريكم التاريخ المده ديال الصلاحيه. هاد السخره هذه تقامت عليا، تاخرت بزاف الصراحه، تقامت عليا بشي 56. حيدوا لي يعني الصاد الاورو، حيدوا لي الصاد الاورو من هنا، الصاد الاورو و20، وعاد عطاوني واحد تشيك فيه 4 الاورو للسخره المقبله، يعني 4 الاورو، وعاد يعني واحد بلعاد تشيكيس اخرين. يعني دائما كتخرج رابح واحد 10 الاورو او على حساب السخره، اذا كانت الكميه كبيره تقدر يعني تحيد واحد 30 حتى 40 الاورو. المهم خليكم معنا، وانا هذا يعني فيما يتعلق يعني بالطريقه ديال اي واحد والمحاربه ديال الاسعار. كدي الكاليتي، ما كديش ديك ماركه بلانكا، وانا دائما فيما كنجي كنشارك معكم هذا الشيء. كدي الماركه مزيانه، التاريخ ينسوا، ما تبقاش تقولوا التاريخ، لان التاريخ لمده الصلاحيه انتم غادي تشوفوها 3 سنين 4 سنين، ما كاينش ذاك المشكل ديال التاريخ. كاين بزاف الاخوان كيقول لك لا والمده الصلاحيه ديالها قربت تنتهي عليها كيعملوا فيها الاثمنه. نو، بالنسبه لهنا ملي كنتاخر انا من كاريفور، الاثمنه الصراحه بالنسبه للتاريخ ما كاين حتى علاقه، التاريخ خير دليل. المهم الاحسن شو انتم غادي، انا غادي نوريهكم. المهم اللايكات قلت لي ما بقاش نقول لايكات، صافي ما بقاش نقول لايكات. يلا معنا وتشوفوا يعني الاثمنه. يعني احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، يعني بزاف ديال الحوايج بالنسبه لهاد الطوماطي، بالنسبه لهذه 2026 فالي 27 كاع، لان في شهر 12 29 كاينش رمضان ولا باقي فيها شهرين ولا هذا. المهم خليكم معنا من الاحسن وانتم غادي تشوفوا. وهادو حتى هما عندهم علاقه يعني بشهر رمضان، هادو فيهم 70%، كانت هنا الاولى اورو 99، الثانيه 51. ولكن بالنسبه للشعريه كنستعملوها في رمضان دقايو، ها اورو 99، الثانيه 51. هادو السلاطه مكرونات كذلك، حتى الشعريه الرقيقه انا غادي نوريها لكم، والغليطه غنوريها لكم من داخل. غنوريك التاريخ جميع المنتوجات. ها هادو ها هما اللي ياك، غنشوفوا لهم التاريخ فين هو. التاريخ نعم اسيدي، ما قاليش هنا فين هو، فين هو، فين تينا مخبى. ما فتش انا جبرت. ها هو شوفوه، ها هو 12/2025، شهر 12/2025، يعني هاد التاريخ مقويله. ها هانتوما هادو، ها هو 2026/1/2026، ها هو هادي التاريخ ينساوها، نهزو حاجة أخرى. ها خمسة وعشرين، 12/25. عقلت على مطيشة اللي وريتكم، وشوفوا هادي، هادي واعرة، ها هي
هي كانت الاورو 19 جات في 79 ودابا راه نتوما عارفين شهر الحريره قرر شهر رمضان يعني الناس كتعمل حريره بزاف وغادي نوريكم مالي هادي هاد الماطيشه هادي هي غير 79 هنايا كانت 24 وغادي نوريكم هاد الشيء كاريفور ماطيشه كانت اورو 19 جات في 79 وهادو يعني الشعريه بما اننا مقبلين على شهر رمضان الكريم الشعريه هي الثانيه ب51 الاولى ب70 الثانيه غير ب51 هذا الشيء في ماكارونيس باستاس هذا طوماتي فريتو في التون كذلك المهم خليكم معنا حتى الاخر انا ملي كنجي نتسخر وكنلقى شي حاجه مناسبه كنشاركها معكم بالنسبه للاخوه اللي كيسولوا على التاريخ ها نتوما 2025 بالي 12 شهر 2025 هذه مطيشه تاريخ 12/29 هاي 2026 والتون انا نوريهم اصحاب الصلاحيه قال لي لابد يخرجوا شي حاجه ها انتم شوفوا التاريخ ديالها التاريخ ديالو شهر 12/29 يعني باقي 4 سنين بالي هاي ما تقوليش التاريخ هانتي ها هي عشان تقولي ماشي هي هذه 2026 31/12/29 اختار مليتي وبالطوموبيل دعم هاي اللي عنده مع الشعرية غليطة بحال هادي كاينة هادي غليطة كاينة هادي كاينة هادي هاي النمرة هادي النمرة 4 تا هي وهادو يعني كلشي ثانية 70% مالي هادو بعض الحوايج يعني كاين بزاف ما غادي نصوركم انا كلشي اللي باغي نقول لكم ودائما كنقول لكم يعني هاد الطريقه كنتسخر بها انا الجوده والثمن مزيان كما قلت لكم كاين بزاف المواد اللي فيهم 70% بزاف انا ما غاديش نقدر نصوركم كلشي ولكن بزاف فيهم هاد 70% بورصة الزبل حشاكم ها 70% كاملين بورصة الزبل ما فيهمش تاريخ واقيلا